هو فاهم شرح يعني؟ لك ليه قال طبعا. خلاص. طيب شرح لك ليه بص طبعا انا الزمالك يكسب. اتفاهم كلمه طبعا من كتر حماده بحكم ان هو راجل زملكاوي، ف يعني برضو ايه الميول بت ايه داخله في الموضوع. بس انا يعني اللي هو قاله في الاول هو في نفسه رد عليه برضو، يعني معظم الحاجات او معظم البنود اللي بنيجي احنا نتكلم على الكوره كعلم، مش هنتكلم بقى خالص كميول او حاجه، كل الحاجات بتصب في صالح الاهلي. ساعات ده بيبقى الارقام في الكوره، ساعات ده والحاله بيبقى في الكوره حاجه سلبيه. عشان كده حتى عايز اقول لك ان مثلا في تصريحات بعض نجوم الاهلي اللي بيقولوا مثلا الاهلي كده كده هيكسب والزمالك ما يروحش، عايز اقول لك ان ده لقى استياء من بعض نجوم الاهلي او منظومه الاهلي، ان هم كابتن احمد شايفين بلال اللي كان قال كده. كابتن بلال اللي كده طبعا مع احترام ليه، بس في ناس شافوا ان التصريح ده لا، التصريح ده يعني مش كويس، خصوصا مثلا لعيبه نادي الزمالك خدوا او بعض مسؤولين الزمالك خدوا التصريح ده وحطوه في اوضه اللبس، فبالتالي بقى محفز لنادي الزمالك. فانت من طول الوقت ما تستفزش الخصم، خصوصا لما يكون خصم مش يعني منافس قوي زي نادي الزمالك. فعلا هو طبعا نادي الزمالك نادي قوي ونادي كبير ونادي متمرس ونادي في البطولات بيعرف ياخد بطوله طبعا، ولكن لو جينا زي ما قلنا رجعنا للتقييم الطبيعي التقييم المنطقي وحسبنا الموضوع يعني بند بند كده، نمسك مثلا القايمه، لا قايمه الاهلي متفوقه، قايمه الاهلي على كل المستويات بدايه من حارس المرمى لحد المهاجم، بنتكلم في 2 أو 3 لعيبه كلهم دوليين. يعني النهارده احنا بنتكلم في الحارس وبديله في منتخب في الاهلي ومنتخب مصر محمد شناوي ومصطفى شوبير، النهارده بنتكلم في رامي ربيعه هو المساك الاساسي، بنتكلم في يحيى عطيه الله مساك منتخب المغرب، بنتكلم في انا اقول لك الكلام ده، انا قلنا ان الاهلي اقوى طبعا والاهلي بنتكلم في محمد هاني مستقر. هو ظهير ايمن منتخب مصر الاساسي، مروان عطيه هو سته منتخب مصر الاساسيه، امام عاشور 8 منتخب مصر الاساسيه، بتتكلم طبعا اللي يمكن خط الهجوم بتاع منتخب مصر هو خط هجوم المحترفين، ولكن انت بتتكلم على القوام الاساسي، الاهلي هو قوام كله قوام محترف، ده على عكس نادي الزمالك في الوقت الحالي. القايمة بتاعت نادي الزمالك قايمة مش كلها لعيبة دولية، خصوصا اللعيبة المصريين، كان ممكن اللعيبة الأجانب يكون فيهم لعيبة دوليين، ولكن اللعيبة المصريين ما فيهمش لعيبة دوليين كتير، يمكن اللي بيتاخد في الفترة الأخيرة زيزو فتوح قبل مشكلته، لعيبة قليلة يعني مش كل اللعيبة بتروح منتخب مصر. لو جينا بصينا برضو للنقطة اللي اتكلم فيها كابتن حمادة الصفقات. يمكن الصفقات الزمالك عمل 5 صفقات، الأهلي عمل 4 صفقات، ما حصلش استفادة كبيرة من الأهلي والزمالك في الوقت الحالي لأن لسه الوقت ضيق ولسه الصفقات ما دخلتش. ولكن لما نيجي نتكلم عن اللعيبه اللي مشيت من الزمالك والاهلي، لا الاهلي مثلا اللعيبه اللي مشيت خرجت دخل مكان لعيبه اقوياء، يعني علي معلول خرج بحكم الاصابه دخل مكانه يحيى عطيه الله، ولعيب قوي جدا وظهر في المباراه الاخيره وشفنا الاسيستين اللي عملهم وشفنا ان هو يعني حتى لو مش هيعوض علي معلول 100%، بس على الاقل انت واصل ل 80% من تعويض علي معلول. خط الدفاع انت بتتكلم في رامي ربيعه وياسر ابراهيم، ومن وراهم اشرف داري لعيب كان بيلعب في الدوري الفرنسي لحد السنه اللي فاتت، يمكن الاصابه زي ما حضرتك قلت واساسي في منتخب المغرب يمكن الاصابه هي اللي عطلته، ولكن هو خلاص الراجل خف، فبالتالي ما تتفاجئش لو جيت لقيته بادي اساسي، مش انا نفسي مش هتفاجئ. فانت قدرت ان انت تعوض محمد عبد المنعم، قدرت ان انت تعوض علي معلول، يمكن المكان اللي ما تعوضش هو اليو ديانج، ما قدرتش اعوض. ولكن احنا لو رجعنا لتشكيله الاهلي في الفترات الاخيره، اليو ديانج ما كانش لعيب الاساسي، مروان عطيه كان هو السته الاساسيه، ومروان ومن قدامه امام عاشور واكرم توفيق او امام عاشور وقفش حسب الطريقه اللي هو هيلعب بيها او السولي. فبالتالي انت ما عندكش مشكله، الاهلي تقريبا هو هو بنفس فريق مكتمل الصفوف، الزمالك هو اللي خسر لعيبه فتوح يمكن طبعا لسه هنشوف بنتايك ولسه هنشوف محمد حمدي هل هيقدروا يعوضوا احمد فتوح بما انه واحد من نجوم نادي الزمالك لحد دلوقتي احنا مش شايفين. قصه التدعيم لكل الاماكن كل الصفقات تقريبا يعني كل اللعيبه تقريبا مش موجوده، مفيش حد احنا شايفين يعني حتى مع احترام لعمر فرج مشلاك لسه مش شايفين ان اللعيبه دي ممكن تكون لعيبه اساسيه. اعتقد ان مستر جوميز بيتكلموا على مشلاك ده كويس قوي تمام، بس اللي واضح من التدريبات حتى لما كنا بنتكلم مع زمان علي عصام اللي هو تدريبات نادي الزمالك اللي جاي ان اللي هيلعب اللعيبه القدام او اللعيبه اللي هم متواجدين، فبالتالي على مستوى الصفقات اللي مستفيد حتى لو بشكل قليل هو برضو الاهلي، الافضليه النفسيه، الاهلي عنده افضليه نفسيه على الزمالك الفترات الاخيره. ممكن يكون في بعض المباريات قدر نادي الزمالك يحسمها، ولكن لو جينا بصينا للحقبه كامله كده الفترات الاخيره لا، الاهلي عنده افضليه نفسيه كبيره جدا في البطولات من ساعه تقريبا مباراه القاضي، يعني من ساعه مباراه الاهلي والزمالك والاهلي عنده افضليه نفسيه كبيره. كولر وجوميز لو جينا بصينا برضو بالنسبه للاستقرار الفني، لو جينا سالنا اي زملكاوي مش هنتكلم كاهلاوي او باقي الناس هيقول لك لا، في ناس كتير عندها تحفظ على طريقه لعب جوميز، وناس تقول لك ان جوميز مش هو المدرب اللي يقدر يكون متواجد في نادي الزمالك. طبعا هو مدرب كبير، لو تيجي تسالني على قناعتي انا شايف انه مدرب جيد ويقدر يكون موجود، بس انا بقول لك ان الراجل عليه ايه خلاف، ناس وناس لا، لسه برضو ما قدمش اوراق اعتماده. خد بطوله الكونفدراليه، ولكن لو جينا بصينا نادي الزمالك كنادي كبير ونادي جماهيري ونادي يعني بيفكر على طول في البطولات، مش هو مش مرضي طموحات جمهور نادي الزمالك بشكل كبير، على عكس تماما كولر. كولر دلوقتي ابتدى يدخل في مصاف المدربين التاريخيين للنادي الاهلي، ناس كتير دلوقتي ابتدت تقارنه بمانويل جوزيه. الراجل حتى لسه كنا بنتكلم قبل الهوا معاك يا كابتن كريم،
في فكره ان هو قادر يستغل منظومه النادي الاهلي. منظومه النادي الاهلي بتوفر كل حاجه للامان، يعني موفره، بتوفر فلوس، بتوفر صفقات، بتوفر تركيز، بتوفر امكانيات، اي حاجه بتطلبها، حاجات التدريب على اعلى مستوى، بتجيب معدات بارقام كبيره جدا، وبتكلف النادي او بتكلف خزينه النادي ارقام كبيره. ولكن الراجل كان المدربين اللي قبله قبل كده كان بيتوفر لهم برده الكلام ده، ومع ذلك ما قدروش يعملوا النجاحات الكبيره اللي عاملها كولر، لدرجه ان هو يوصل دلوقتي ان احنا نبتدي نقارنه بواحد زي مانو جوزيه. استقرار فني، استقرار اداري، جمهور داعم بقوه، يعني طبعا جمهور الزمالك اكيد برضه هيكون داعم بقوه، ولكن احنا لو بصينا يعني للبنود بتاعه الكوره او المقاييس بتاعه الكوره بشكل عام هتلاقي الاهلي متفوق. ولكن برضه ما ننساش حاجه مهمه، 90 دقيقه ليها قصه ثانيه خالص. ممكن تنزل يكون جوميز افضل في قراءه المباراه، ممكن يكون لعيبه نادي الزمالك عندهم الدوافع اكبر، ممكن يكونوا افوا، فبالتالي الكوره يعني في ال 90 دقيقه ممكن المقاييس دي كلها تتلاشى زي ما بيقولوا. ولكن احنا لو بنتكلم بالورقه والقلم كده واحنا قاعدين، هنيجي تقول لي مين الاقرب؟ طبعا الاهلي. لا، هو طبعا للاهلي مش للزمالك، يعني انا ممكن اتفاهم ان الزمالك يكون منافس قوي والزمالك يكسب، ده احتمال كبير، بس انا ما اقدرش قبل المباراه اقول طبعا الزمالك. بس لما نيجي نقول بالورقه والقلم، لا ممكن نقول طبعا الاهلي. ولكن برده 90 دقيقه فيها كل حاجه ممكن تحصل. توفيق مهم جدا، يعني دايما عامل التوفيق بيبقى مهم، شفنا في مباراه القاضيه مثلا قبل جون قفشه زيزو كره في الايام كان ممكن تغير مجرى المباراه تماما، يعني ممكن لو كان جون زيزو ده دخل كانت المباراه تتحول 180 درجه. فبالتالي عامل التوفيق عامل مهم جدا. الجمهور برده هيكون ليه تاثير، يعني متوقع طبعا ان الملعب هيكون مملي، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، الجمهور هيكون ليه دور كبير جدا في المباراه. قرايه المديرين الفنيين للفريق وازاي انت توقف عناصر القوه في الفريق الثاني، يمكن الفرقتين من وجهه نظري ان هم كتاب مفتوح لبعض. الاهلي يعني احنا ابصم لك ان ده هيكون تشكيل معروف، الزمالك معروف تشكيله، فبالتالي المديرين الفنيين عارفين كده، فبالتالي هتكون بقى ايه زي ما بيقولوا كده ايه التفاصيل الصغيره هي اللي هتحسم المباراه.